أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العالم كله أضحى في حاجة ماسة إلى الأمن بكل مفرداته، لا سيما الأمن المجتمعي والنفسي. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر تحسين الشباب ضد التطرف الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي بمقر الأمم المتحدة بجنيف. كما أوضح وزير الأوقاف أن الأمن هو المطلب الأول للإنسانية جمعاء، فهو أحد الركيزتين التي تقوم عليهما حياة البشر بجانب الرزق. وأكد أيضا الدكتور مختار جمعة على أن تحقيق الأمن يستلزم جهدا وعملا كبيرا على كل المستويات الدينية والفكرية والثقافية، وطالب وزير الأوقاف الجميع بالسعي لتعزيز روح التسامح الديني والسلام الإنساني لتخليص الإنسانية من كل ألوان التمييز والعنف والكراهية.